الاعتراض شحال كطلبوا في الكومنتارات كطلبوا بالليل كطلبوا بالنار كل شي ما تحلوا لهم شي سبيطار شاركوا عندي ديروا ابوني بابا رميش كنساعد امي صل على النبي ديرلي ابوني انا يا سوري خوتي عاونوني تابوناو عندي انا الدري صغير يا ربي تفرح لي قرا الكومنتار عاونوني خوكم مريض وفقير دعموني راه كنعاون راجلي في الصير خوت عاونوني مشي ابوني كنقرا القران غير شجعوني ماما مريضه انا معاك ما بغيت والو غير ابوني انا سوري دخلوا عندي انا يتيم كنعاون ابي اللي بغى الجنه يدخل عندي كلشي كيطلب بحال شي زومبي نيقاكم كنتي كتقرا غير القران طلابه كاملين براش د فري فاير جمع الخره كامل ورسل لهم بايكو وخدشي كامل كنتقيب في الفاير تابونوا عندي انا دري صغير يا ربي تفرح لي قرا الكومنتير عاونوني خوكم مريض وفقير ودعموني راه كنعاون راجلي في الصاير خوت عاونوني مشي ابوني خوت عاونوني مشي ابوني خوت عاونوني مشي ابوني خوت عاونوني مشي ابوني الابن الأكبر المعروف بالديكتاتور يعتبر هذا الكائن المنزل مستعمرة خاضعة لنفوذه المطلق فهو متسلط وعديم الشفقة لا يجرؤ أحد على طلب أي شيء منه كيف لا والأهل يعتبرونه آخر سلالة الملوك التي حكمت بلاد ما بين النهرين وفي مقابلة خاصة مع أحد هؤلاء الأبناء قال لنا I think أمين حوتب أعتقد أمين حوتب السادس عشر كلفني بإكمال مهمة الفراعنة في هذا المنزل لذلك أعمل على قمع واضطهاد الخدم أقصد إخوتي أعذرني الآن حان وقت جباية الضرائب منهم انت اجندك مسامر في الحيط ولكن ما عندكش مسامر كتر باش تزوق حيوطات الدار كاملين سهلة فبلاص ما تمشي تخرج وتشريهم بحال الناس غادي تمشي تشفر داك الطريف ديال الالومنيوم اللي مخبيه الوالدة هادي 3 شهور كمش والدي وخشيف هادي اللي كتهرس التومة اللي اصلا ما عندكش ورك شوية وغادي يخرجوا لك المسامر قول سبحان الله كون كنت في بلاصة هذا كون هزيت هاد الرولو وعطيتها للراس تقطعت لك الصنداره رجلين الفلوكه وما عندكش فلوس او جا الفقر باش تشري وحده جديده سهله غادي تمشي تشري هاد الفردي ديال الكولا اللي هو اصلا غلا من الصنداره وتبدا تخرمز بحال هكا لصق شي معاشي المهم هو ريحه الكولا توصل عند الجيران مبروك عليك تمشي حفيان وما تخشي رجلك في هاد نص كيلو ديال الكولا ما كتقدرش تاكل الزريعه بحالك بحال كاع عباد الله اعوج الفم سهله غادي تشد شي تات سنان وتصلى عليها وتعاود تصلى على اختها وتربط والديهم بواحد لاستيك وتشد ديك الورقه اللي كنتي عوال تكتب فيها النقلة ديال الجغرافيا وتطويها مزيان وتحطها في الوسط صافي دابا هي خصك غير نص ساعة باش تقشر كل حبة كتبغي دير فيها راسك فوتوغرافر واعر وديما محني على ركابك باش تصور ليا النوار وبالعمان ولكن ما خليتي حتى سروال ما بهدلتي ليه ركابيه سهلة غادي تمشي تجلس وتجبد واحد المقص اللي ديما سبحان الله كيكون في جيب وتبدا تقص ليا في داك السروال على راحتك حتى تردو بحال هكا بالصحة والراحة لا خلاوك والديك تدخل مازال الدار بهاد الحالة جي عكر ليا كتدي مع قاعة الماء ديالي ترونس للمدرسة بحال غادي تحارب يا مسخوت الوالدين وعندك شكارة فيها نص شبر سهلة غادي تمشي تشد ديك القرعة تقطعها وتقادها بحال داركم ما كتدور فيها حتى شي قرعة خاوية ديال السيترو دور عليها سكوت I'm gonna kill you.